اسمي هشام حسين طقاش من النبطية، عشت خارج لبنان فترة طويلة وهلأ رجعنا على النبطية. بالنسبة للرسم، أنا وصغير عندي موهبة الرسم وبحب أرسم بالقلم وبالتلوين الخشب وبالتلوين الصيني، ولكن رسم كموهبة جدية بلشت فيها كان عمري 13 سنة. تعلمت على أرسم بالتلوين الزيت وبالريشة وباللوحة. كان عندي بالبداية تحدي كبير أنه أنا إذا قدرت أرسم الموناليزا معناتها أنه أنا بعرف أرسم، أنه أنا رسام. فبسن ال 16 سنة قدرت أرسم الموناليزا بشكل كتير حلو ودقيق ومضبوط، فصار عندي ثقة بالنفس أنه أنا ما في شيء بالرسم ما بقدر أعمله. درست فت على المعهد كلية الفنون بأونتاريو ودرست 4 سنين. طبعا هذه الدراسة أثرت كتير بنوعية الرسم اللي عم برسمه. صح كنت أعرف أرسم ورسماتي حلوين، بس كان اهتمام بالألوان وفهمي للألوان كان فهم ناقص. لما درسته بالكلية صار عندي فهم مكتمل أكثر عن الألوان، وبالتالي صار في نقلة نوعية باللوحات وبمستوى الرسم اللي عم برسمه. اهتماماتي بالرسم موزعة، يعني عندي اهتمام بالخط العربي علما أنه أنا مش خطاط، برسم الخط رسم وبعطيه خلفية لونية كتير حلوة. عندي اهتمام بالأشخاص وإن كان بعدد كتير قليل من الأشخاص اللي رسمتهم، وبهتم بالمناظر الطبيعية الشرقية. وجزء من الاهتمام اللي عندي كان بالبيوت التراثية بالنبطية، لأنه بعد غياب 26 سنة عن لبنان لاحظت أنه هاي البيوت الحلوة اللي كنت شوفها أنا وصغير الجزء الأعظم منها أكثر من 95% منها اختفى وراح. فصرت ألحق أني هاي البيوت اللي بعدها موجودة الحلوة، إما هي بعدها منيحة ورسمتها أو لا هي صارت حطام ركام أطلال، وبلوحتي أنا أعدتها إلى الحياة، مثل بيت أم رمزي حريبي، مثل بيت شاهين، مثل السرايا القديمة. فهذه اللي جهد البيوت التراثية أنه حاولت أني أحييها باللوحات تبعيتي. الجزء الكبير من اهتمامي بالرسم هو معالجة التحدي الكبير اللي بيخلقه الضوء والظل وانعكاس الضوء على بعض السطوح. مثلا إذا واحد عم يرسم ركوة قهوة أو بريق شاي ستانلس، هذا الضوء اللي عم ينعكس على ستانلس في صعوبة. الشمعة لما تكون مضوية وبينعكس ضوها على المحيط اللي حواليها هذا بيخلق تحدي. طبعا أنا وعم برسم بتأثر بالبيئة اللي حواليه كتير. مثلا عندي مجموعة لوحات عن الانتفاضة الفلسطينية يلي هي رسمتها كلها بفترة الانتفاضة. حكينا عن الرسم الأشخاص يلي هو يعتبر قمة التحدي بالرسم، ولكن أنا حصرت الأشخاص اللي رسمتهم بمجموعة هي ترمز إلى المقاومة. سمحت السيد حسن، سمحت السيد الإمام الخميني، سمحت السيد موسى. هؤلاء الأشخاص هن الوحيدين اللي رسمتهم كأشخاص بلوحاتي، علما أن هذا الرسم يشكل تحدي كبير. بالمستقبل القريب أنا عندي أفكار كثيرة يلي هي استمرار بتحدي الضوء والظل، استمرار ببعض التقنيات بالرسم. عارف أني بستعمل الألوان الزيتية مع الريشة والكانفاس، بس في كمان تقنيات جديدة بدي أحاول أني أدخل فيها من قبيل التحدي الشخصي. يعني هذا دائما الإنسان بس ينجز شيء جديد بحس بالنجاح.